الدكتور هاني هنري، أستاذ علم النفس والاجتماع بالجامعة الأمريكية. هو أستاذ مشارك في علم النفس ورئيس قسم علم النفس والاجتماع والأجناس والمصريات بالجامعة الأمريكية. حصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة ميامي بالولايات المتحدة في عام 2006. شارك بشكل مكثف في مجالات التدريس والبحث العلمي والعلاج النفسي، عضو في الجمعية الأمريكية لعلم النفس وجمعية الدراسات النفسية لقضايا الأقليات الإثنية. في المجال الأكاديمي قام بتدريس مجموعة واسعة من الدورات الجامعية والدراسات العليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما صمم دورات الدراسات العليا الجديدة مثل أساسيات الإرشاد والأمراض النفسية عبر الثقافات والنمو النفسي، وكذلك المقررات الجامعية مثل علم النفس والأحلام. في مجال البحوث، الدكتور هنري أجرى أبحاثاً متعددة في مجالات الصحة النفسية، تمكين المرأة والهجرة والتحرش الجنسي ودمج الدين بالعلاج النفسي وغيرها. كما نشر للدكتور هنري مقالات وأبحاث مهمة في العديد من الدوريات العلمية المتخصصة مثل دورية علم النفس الإكلينيكي والأسرة والطب النفسي عبر الثقافات، الدورية الدولية للعلاقات بين الثقافات، والمنتدى الدولي لدراسات المرأة وعلم النفس الاجتماعي والنفسي.